وجيت قعدت جنبكم هنا وانا اعصابي خلاص. والنبي بيت اظن هتعزمي لي شبان كمان في عيد ميلاد. طبعا امال كل واحده صاحبتي جايبه خطيبها معانا هقول لها لا ممنوع الرجاله تخش البيت. يا خرابي يا امير ابوك حمش ده ما بيحب استنف الرجاله. انت ما انتش فاكره في العيد الكبير جاب لنا ايه؟ جاب لنا ايه؟ خروف. لا ما رضيش يدخل خروف في البيت، جاب لنا نعجه. طب واللي عزمتهم هقول لهم ايه؟ معرفش اتصرفي. اتصرف؟ عموما بابا بيجي متاخر، على بال ما يجي هتكون الحفله خلصت. اميره نعم مرمر نعم حبيبتي نعم. بلاش النبي يا اختي حكايه الشبان في عيد ميلادك دي. ليه؟ انا عارف طبعا انت في صفه ودايما معاه مش معايا. في صفه ان شاء الله نشك في لساني لو كنت في صفه. انت اصلك بترسمي عليه. ارسم؟ ده انا حتى بليده في الرسم. والنبي وش معنى في الرسمه ديت مظبوطه قوي قوي قوي. انا كنت عايزه اتجوزه عشان من ريحه المرحوم اختي. يا حبيبتي امال ايه؟ انما وشرف امي لكون جايبه رجله وهيكون اجدع من المرحوم اللي قبله. بعد الشر على بابا. بعد الشر على بابا؟ ليه؟ وانا هموته؟ ده انا هتجوزه. والاتنين واحد. ايه؟ ما تاخدينيش في دوكا يا اخي، اجري مشي الصبيان اللي في الجنينه يلا. انا قلت لا يعني لا. لا طب استحملي بقى انت المسؤوليه لوحدك بقى. استحمله هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ هاني عليك يا سواجي نستحمل الغلب. هتلاقيها منين ولا منين؟ من البيت ولا من الجمعيات الخيريه اللي بتشتغل فيها؟ انا وجيه عباس ايوب 30 سنه كبرهات. عيلين زي دولة يضحكوا عليا انا؟ لما انتوا معكمش فلوس بتشربوا ب 20 جنيه ليه؟ روح نجيب فلوس من ماما. هي لسه بتوكلك؟ انتوا بتشغلوا ايه؟ كلام ده. هجيب البوليس يا بيه. نجيب البوليس ونضيع مستقبلهم عشان 20 جنيه؟ انجري يا اسطى انجري. يلا من هنا يلا. مش كنا جبنا البوليس احسن؟ اتلف مخصوم منك 22 جنيه. بس دول شربوا ب 20 جنيه بس. 2 جنيه ضرايب يا تافه. هاي اهلا ملاهوي. الخير يا حاجه يا مصيبتي يا خرابي يا خرابي يا لهوي يا اخويا مصيبتي يا لهوي. زازو. ايوه بي. هات غريب وحصلنا على المكتب. بس ده في الشغل يا بي. اسمع اللي بقولك عليه.
الخير وهيبي. اسمع. نعم. احنا النهاردة هنشطب بدري. ايه خير. النهاردة عيد ميلاد بنتي أميرة. عاوزك تاخد الفرقة وتروح تحيي الحفلة. شرقي ولا غربي؟ أنا ما أحبش الغربي. روح عندها الفرقة. اسمع. مش عاوز أميرة تعرف أبداً إن أبوها صاحب كباريه. مفهوم؟ مفهوم. اه. ولا كأننا نعرفه. ولا كأن أي حد يعرف وجيه بيه. في حد ما يعرفش وجيه بيه؟ كلنا نعرف وجيه بيه رجل الأعمال. إنما ولا حد يعرف وجيه بيه صاحب الكباريه. ده أي كلام. إيه؟ قصدي يعني كويس صاحب الكباريه كلنا نعرف صاحب الأعمال. إنما الأعمال وبالنيات. وكلنا نعرف مين وجيه بيه صاحب الكباريه. في قلب الأعمال والنيات. سادتي أنساتي سادتي جاءنا الآن ما يلي. أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية عن احتمال سقوط أمطار في الخارج مع جو ملبد بالغيوم، لذلك قررت الإدارة العليا للمحل إلغاء العرض الثاني من الملحمة حرصا على سلامتكم. وعلى المقيمين خارج القاهرة أن يتحملوا نتيجة أعمالهم. شكرا. أميرة بنت خام ما تعرفش حاجة في الدنيا. تحسكوا عنكوا تعرف أبوها بيشتغل إيه. وجيه بيه رجل أعمال. مفهوم؟ مش عاوز حد منكوا عينه تقع على البنت. مفهوم؟ طب ودي نعملها إزاي دي؟ ده اتصرف أنت. أنت مش الرئيس بتاعهم؟ طيب إحنا نغني في الجنينة وهي تسمعنا من فوق تفرح بينا. ما ينفعش. ما ينفعش. أيوه. طيب. احنا نغني وشنا في الحيط. مش معقول. مش معقول. طيب احنا نروح وما نغنيش. لا هتغنوا. طيب اي حد منكم عينه هتقع على البنت هفقع حاله. فاهمين؟ اي حد عينه هتتفقع على البنت هيقع حاله على طول. صح صح. اللهم اجعله خير. قال ايه بنرقص انا وانت بقى مبسوطين كده بس تلاقي ابوكي دخل علينا وراح مزعق وقايل برا. مش عاوز اسمعك. برا برا. زي فتح بيته كباريه؟ يا بابا دول خطابهم اللي هيتجوزوه. واللي كان متشعر في رقبتك ده يطلع ايه؟ ده متطوع. اه انا ما بخافش على المتطوعين دول. يا اختي امر ابو كده امر. اهو المصايب ما بيجيش الا من كده. خطيب صاحبتي، اخو صاحبتي، ابن الجيران، صديق العيله. الواحد من دول يملى دماغ البنت بالاسطوانه اياها تقع يسيبها، بعد كده تجيلي تبوس الرجلين عشان اشغلها. تشغلهم فين؟ اشغلها في مشروع البر والاحسان
رعاية القطط المغمضة اللي زيك. أنا مش مغمضة يا بابا، ما تخافش عليا، البنت هي اللي تعرف تحمي نفسها. نبي بلاش فلحسة، أنت لسه صغيرة ما تفهمش حاجة. وكمان يا بابا خلاص اسمع بعضيك. من هنا ورايح مفيش خروج، مفيش دخول، مفيش شباك، مفيش باب. مفيش شباك، مفيش باب. يبقى ما ندخلش نجارين ونريح. ايه يا بنتي؟ طب اعلان انت من اعلاني من عندك. يعني من عندك. ايوه عيب. عارف الباص. بيريريري. عايزك تبقى معاه برضه، عايزك انت تبقى معاه حياتك. ها غريب، في حاجة مهمة جدا عشانك. ثانية واحدة، عايز ال 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 جدع. بقول لك تعالى. استنى ده وقته. استنى يا أستاذ لما بعمل بروح. تعالى بقول لك، عايزنا ادي لك الجواب المهم ده قدامهم. جواب؟ ايوه. لا وايه؟ ومسوجر. مسوجر ليه؟ انا الايجار بتاع الشقه ودفعته، التطعيم ضد الكره لو اتطعمت. بس ده جاي لك من امريكا. حلو، عن اذنك. امريكا. مساء الخير يا ابن الابلسه. ايه قصدي؟ يعني فكري. فكري. الله، انت تعرفه؟ مش الطويل الاسمر ده؟ ابو حسن في خده. اللي بيلبس جاكيت بني. يمكن في امريكا بيلبسوا جاكيتات بني بقى. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ انا كمان مش فاكره. طب وده عاملها ازاي دي؟ عايز ايه؟ عايز اتجوز. ايه المناسبة؟ عشان ابعت العروسة الفكري. تتجوز وتبعت العروسة الفكري؟ ايوه عشان يتجوزها. حد يبعت مراته لواحد قريبه عشان يتجوزها؟ ايوه. غريب يا ابني، احنا بنشتغل في النار، واذا النار لسعتك مرة هتعيش طول حياتك ملسوع. اياك والعملة السودة دي. هو اللي يبعت لقريبه واحدة تبقى عاملة سودة؟ اسود من قرن خروب، ويا ريته بقرن واحد. خد اكتب استقالتك. ليه بس يا بيه؟ قطع العيش حرام. واللي هتعمله ده مش حرام؟ ده اكبر حرام. اتفضل. استنى بس. اتفضل. فاهم حضرتك. اتفضل. استنى انا بفهم. عايز تقول ايه؟ انا عايز عروسه لقريبي فكري، اتجوزها له بالتوكيل ده وابعتها له امريكا عشان تبقى مراته. عايز ذكاء دي؟ ودلوقتي فهمت. انا كنت فاكرك مش تفكر الاول بدل ما تطلع فيها زي المدفع. خلاص يا سيدي، حقك عليا، اعتذر. وعلى العموم انا هرجع له التوكيل ده، ومفيش داعي لحكايه خرم القروب بتاعتك. لا 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 لا، خليك لطيف، خليك حنين. امال وانا هجيب له عروسه منين؟ انا هقول لك. تعال. جريده المجتمع، قسم الاعلانات من فضلك. صباح الخير. من فضلك عاوزين ننزل الاعلان. ايوه، مطلوب زوجة لمصري مقيم في أمريكا. الشروط؟ أن تجيد القراءة والكتابة. أن تجيد القراءة والكتابة. خبرة 3 سنوات على الأقل في صنع البسبوسة. افتكرت. خبرة 3 سنوات على الأقل في صنع البسبوسة. الوسطاء ممنوعون. أيوة فنم العنوان. حاضر، اكتب يا سيدي. 38 شارع الدمرداش، كباريه النجوم، القاهرة. يلا يا طنطتي. يلا فين؟ اتجوز. يحوي ايه ده؟ معقولة؟ معقولة، عشان اخلص من الغرب اللي انا فيه ده. خرابي وابوكي وبابا ايش عرف؟ معقولة اميرة بنت وجيه به المنفلاطي تتجوز من الكباريه؟ المقابلة هناك بس. الخطوبة يعني؟ امال الدخلة هتعمليها فين ان شاء الله؟ اشرحها معاكي. انا مش هروح معاكي كده اهو. والله والنبي، يعني ما بتحبيش البسبوس؟ مين اللي قال ده؟ انا بحب البسبوسه واموت في البسبوسه. طب ورايا وراكي، وهتوديني في داهيه يا امير ان شاء الله. من المقادير: 6 اكواب دقيق زائد 5 بيضات زائد 2 ملاعق سمن زائد 6 ملاعق خميره. تضاف المقادير وتوضع معاهما الحبهان والمستكه والجنزبيل، توضع في فرن حار. اللي عليها الدور. ادعي لي يا احسان. ربنا معاك يا طنط.
وانا ربنا يهدك. في حاجه يا شافي؟ هو فين المحروس؟ اسم النبي حارسه. مين؟ ايوه العريس. العريس توفى. يا لهوي يا ملك بختك الواعز، يا سنتك السنه الواعز، ابوك وعريسك 101. هو ابوكي مات النهارده؟ ايوه. وجاي تتجوز. مع السلامة. يا حلمي. ايوه دي منظر واحدة تروح امريكا، دي تروح ميت عقبة. خلي عندك نظر، دخل اللي تنفع. يلا الدور عليها. يلا زائد ملعقة خميرة. اتفضلي. ضاف اليهما الجنزبيل. بقولك اتفضلي. انا؟ ايوه انت. ادخل. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا مؤاخذة عشان نسيت ال الاسم لو سمحتي. توتة. اهلا وسهلا ست تونة. بتقول لك طوبة. طوبة. اهلا وسهلا ست طوبة. المؤهلات من فضلك. انا اعرف انجليزي وايطالي وروسي وفرنساوي ومالتي. وتعلمت كل ده فين؟ في بيتنا. دي تعمل لها عقد فورا. عقد؟ ايوه دي لقطه او كزيون. تحب تاخد مؤخر كام؟ مؤخر ايه؟ تعمل لها عقد ب 30 جنيه هنا في المحل. تحب تاخد كام؟ فين؟ هنا في المحل. والعريس؟ عريس ايه وبتاعي؟ انت عايزه تضيع مستقبلك. المجد كله هنا. على رأيك. يا ده الدنيا حر قوي. اعمل لها حاجة 30 جنيه. 30 جنيه؟ ده الكوافير بياخدهم مني في يوم. يا ده انت بتتنعكشي كتير قوي. خليهم 50، 30 مرتب و20 نعكشة. يعني؟ اتفضلي من البيانات دي لو سمحتي. لكن انا انت ايه؟ لا بعرف اقرا ولا اكتب. احسن. طبعا هي القرايه والكتابه بتعمل ايه؟ المهم الضمير. ايوه طبعا. ست كوبايات سميد، 10 معالق بيض، ست كوبايات دقيق. اهدى كله اهدى كله، ما تخافيش احنا اللي هنكسب. اتفضلوا اتفضلوا. انا؟ هو في غيرك يا جميل؟ جميل يعني عصب. اوعدني يا رب. تعالى قول لي، انتوا عايزينها تعرف في عمايل البسبوسه ولا الكوسه؟ ربنا يهدك. العريس ده معرفة مين؟ عريس ايه؟ بتاع امريكا. ده قريب عايزة اتجوزه. ده ابوك يقتل. بابا مش هيعرف حاجة. انا هقوله. وانا كمان هقوله. هتقولوا لي ايه؟ هقوله انك انت جيت البيت وقلت لي بابا بيشتغل ايه وفين. قلت ايه؟ قلت لا لا كده. طيب طيب. أميرة 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 بنتي، هو حرام أخاف عليكي.
أنا مش زعلانة منك يا بابا، مهما حصل ومهما كنت أنت أحسن بابا في الدنيا. أنا زعلانة من حاجة تانية. إيه هي الحاجة التانية؟ المجرم السافل السفاح. سفاح؟ مين ده؟ واحد جالي وقال لي إذا كنت عايزة تعرفي أصلك وفصلك روحي كباريه نجوم. وشفتيه فين ده الواحد؟ جالي هنا في البيت. وكمان جالك هنا؟ ده مفتري قوي. وقف لي في الجنينة ولعب لي حواجبه. يعني كان بيعكسك. أمه داعي عليه. قولي لي اسمه ايه ده؟ اسمه مش يمكن قصده شريف وعايز يتجوزك؟ اه، ولا قصده شريف وعاوز يتجوزها، يجي الجنينه ويلعب لها حاجبه؟ حظه المنيل وقعته السودة. قولي لي مين ده؟ ما شفتوش يا بابا وما عرفوش. اسمع، قول للظريف وزعزوق يجي يعملوا حراسه على البيت. حاضر. يلا. وانتي؟ كنت فين ساعة ما جه ابن الرفضي ده؟ ابن الرفضي مين؟ اللي كان بيلعب لي حواجبه. حاجب مين؟ ابن الرفضي. الو كباريه، اديني زقزوق بكره الساعه 12 في كازينو النيل. الو انت مين؟ انا بكلم من عند البقاء. صباح الخير. اهلا وسهلا. ايه دي؟ شنطه هدومي. واللي عايزني اتجوز من غير شنطه هدومي. شنطه هدومك؟ اه. ايه، احنا هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ ست اميره ارجوك، العقل واجب، لازم تقولي لابوك. وافرض قال لا؟ ويقول لا ليه؟ قريب راجل جدع ومقتدر. طب افرض بابا قال لا، بنتي ما تبعدش عني. يبقى ما تبعديش. يا سلام، والفرصه تروح مني. يرضيك برضو انت تخرجي من السجن وانا اخش القبر. وايه اللي هيدخلك القبر؟ ابوك لما يعرف. ومين اللي هيقول له؟ انا هتجوز من هنا واخد الطياره، ولا من شاف ولا من در. لكن ابوكي. احنا اتكلمنا كتير عن بابا، كلمني عن عريسي. اسمه ايه؟ فكري. عندك صورة ليه؟ الصورة هي. انا عايز اشوف صورة العريس مش اللي هخلفه. هي دي اخر صورة له عندي. طب قولي هو بيحب ايه؟ دبوتي الغفير. ايه ده؟ طب وذوقه في الستات؟ كان بيحب فاكيها. فاكيها مين؟ الغسالة. غسالة؟ انتوا اخر مرة شفتوا بعض امتى؟ كان عندنا 8 سنين. دلوقتي تلاقيه كبر وبقى فحل. طب يلا بينا بسرعه. على فين؟ نلحق. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. الف مبروك. شاكرين قوي. اهلا وسهلا. اسمه ايه؟ اهلا وسهلا استاذ. مبروك عروسه. ده احنا جوزناك يا ستي وعملنا لك كل الاجراءات. المشكله حسنا فين لحد ميعاد السفر. في بيتكم طبعا. مش ممكن، ده بابا حاطط حراس على الباب زقزوق وظريف، يعني لو دخلت مش خارج. طب والعمل؟ جات لي فكره. ايه هي؟ استنى عندك في البيت. لا يمكن. امال ايه العمل؟ لا يمكن يعني. ده مؤاخذة، شقة عازب. وفنان كمان. ده كان يعمل حركات قليل الأدب. لا مؤاخذة، استحملي شوية لحد ما نخلص الورق ونرفع لك التذكرة. أستأذن أنا بقى. على فين؟ هروح الشغل. وهيجي لك قلب تقابل بابا؟ أه، ده اللي بقى اللي راعبني خالص. ربنا معاك. بس اوعى تتاخر عليا. لا ابدا، مسافه ما خلص الشغل. بس خلي بالك والنبي عشان الكنبه عدمان على الاخر خالص، والسرير مفيش فايده فيه، ها؟ والدش بينزل جاز. لو احتجتي اي حاجه مفيش اي حاجه هنا خالص. دورت عليها لما دخت يا بيه، في الاقسام والمستشفيات والشوارع والمحلات، في كل حته مش لاقيها، حتى في الترميات برضه مش لاقيها. يعني خلاص اميره ضاعت؟ اميره راحت؟ الله. وبعدين؟ سلام عليكم. غريب؟ تعالى غريب. ايه؟ في ايه؟ مالكم؟ اميره يا غريب. مالها؟
ماتت. ماتت؟ ده انا لسه سايبها. سايبها؟ سايبها فين؟ قصدي يعني سايبها امبارح معاكم. امبارح؟ احنا في النهارده. مش يمكن اتجوزت؟ اتجوزت؟ وانت ايه اللي خلاك تقول كده؟ انا بقول جايز، كل شيء جايز. يا ريتها اتجوزت. يعني لو اتجوزت ما تزعلش؟ ازعم الراجل هيرسيني ويريح قلبي ويطمني. طب لو شفته هتعمل ايه؟ 9 رصاصات في نافوخه. الله، انت مش لسه قال انك مش هتزعل منه؟ اه، يرسيني ويطمن قلبي دي حاجه، انما يضحك على بنتي ويتجوزها دي حاجه تانيه. اخ لو اشوفه. معقول هتشوفه؟ فين؟ بس مفيش غيره، انا متاكد ان هو. هو مين يطلع مين يعني؟ انت. انا؟ انت مش كنت موجود ساعه ما قالت ان في واحد بيلعب لها حواجبه؟ ايوه انا كنت موجود. خلاص يبقى مفيش غيره. مصر فيها 40 مليون بيلعبوا حواجبهم. انا مش عارف ازاي حبات في البيت من غير اميره. حبات هنا بقى؟ لا، حبات عندك انت. مستحيل. اخص عليك ندل وحياة اميره وغلاوتها، ما انا بايت اللي عندك انت. نجر نجر قدامي. الله وحده يعلم ما في القلوب وما تخبئه بالأقدار. حد ما يعرفش مفتاح شقته؟ ما انا على يد جربت كل المفاتيح. يعني حبات في الشارع؟ مالها اللي كان ضاغط يعني؟ طب اقعد كده اما اجرب مفاتيحها. بسم الله الرحمن الرحيم. البيك الحرامي قبل كده؟ ايه؟ ربنا كبير. كبير كبير قوي. هو اللي عارف. ما شاء الله ما شاء الله. ايه الهدوء ده كله؟ هدوء. عمر بيتك ما كان نظيف بالشكل ده. نظيف عشان الواحد يموت نظيف. يموت؟ قصدي يعني ينام النومه اللي ما بعدها نومه. انت مالك مش على بعضك كده ليه؟ لا ابدا، بس عشان على بعض الموت نظيف. ايه الحكايه بالظبط؟ اصل كلنا هنموت، وبعدين ده قدر علينا كلنا. بابا الاوضه منوره، في حد عندك جوه؟ اصل انت عارف ان انا عازب هلاس واد فلاتي يعني العيال المخلصه، وانا النهارده ناوى هوبس. هوبس؟ اهوبس. لا يا غريب، انت ما شفتش اللي جرالي؟ لو ما كنتش ببيع الهلس ما كانش ربنا حرمني من بنتي. من النهارده ما فيش حاجه اسمها تهوبس. يعني ايه؟ يعني بنت الناس اللي جوه دي لازم تروح بيتها، وانا اللي هروحها بايدي وفعل الخير واجب. انه بس انت تسكت خالص. انت اللي جوه اخرجي، عليك الامان اخرجي وقت الشيطان. مين يا محترم؟ ايوه اتلاقي مس غريب. اخص عليك، حد يعمل عمليتك السودة دي؟ انت كنت بتخبط على الباب ده ليه يا جدعان؟ انت كنت عايزني. عاوزك اخص عليك راجل ناقص. حسيتش بنفسي. اندمج مع روحك زي ما انت عايز، بس مش معايا. الست لازم تحترم جوزها سواء كان موجود او مش موجود. انا اسف. تصبح على خير. السلام عليكم. طول عمرك حاصلك في رجليك يا فكري.
يوم الثلاث في طيارة الساعة 1، بس لازم تكوني في المطار قبلها بساعة على الأقل. مبروك يا أميرة. أميرة. هي فين؟ بابا موجود؟ لا مش موجود. إذا كنت خايفة أكون موجود هو مش موجود. اخسى عليك يا أميرة، دي عاملة تعمليها. اخسى على اللي رباكي، قصدي اخسى عليك وعليا، دي عاملة تعمليها برضو. معلش معلش، المهم إنك يوم الثلاث تجيلي ساعة واحدة المطار ومعاكي صورة لبابا. يوم الثلاث ساعة واحدة في المطار؟ ليه أنت مسافرة؟ رايحة فين؟ ومسافرة ليه؟ ومع مين؟ واربطي الحزام كويس وأنت في الطيارة. أنت تعملي اللي بقولك عليه وبس، مفهوم؟ باي باي. برافو، دلوقتي بقى مليني الجواب اللي حاسبيه بابا. اكتب يا سنجا. ايه؟ في حاجة؟ لابسة شنطة؟ اكتب. إلى بابا العزيز.
خايف عليا يا غريب؟ يعني انت عارف انا كنت فاكراك حاجه تانية خالص. حاجه زي ايه؟ يعني بتوع كبارات. كل حته فيها الحلو وفيها الوحش. طب طيب انا ايه الحلو اللي فيا؟ الحلو اللي فيك انك اميره. طب والوحش؟ ابوكي. ايه ده؟ من يوميها وانا ما بحبش الكوسه. انت راخر. بس ده اسمه راجل، ده جليل على اهلك. صباح الخير. اهلا يا عروس. اهلا يا عريس. جناح شهر عسل مش كده برضه؟ اي حاجه. أي حاجة ازاي؟ ده احنا الأوتيل هنا عندنا مخصوص للعرسان. الاسم من فضلك. نعم. الاسم. الدياسطي بسطاويسي. الدياسطي؟ الدياسطي بالدال مش بالهيم. البطاقة من فضلك. بطاقة؟ البطاقة هطلعها لك من الشنطة لما اطلع فوق. جناح 313 اتفضلوا. 313. أنا جعانة. جعانة. الريستوران فين؟ اتفضلوا من هنا يا فندم. اتفضل. Thank you.
عندكم اكل لجريسكو؟ في جنه ايه؟ شاورما برتين ويسكي ولا بيره ولا نبيل؟ لا طافيه. السلطه خضراء حمرا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ اسمعي اديهم شلم كل واحد المول ده هنفاض. احنا مش موظفين هنا، احنا زيكم يا عرسان. لكن احنا عاملين تقليل اننا نستقبل كل عرسان جداد ونخدمهم، وبكره انتوا كمان تخدموا اللي هيجوا بعدكم. ويا ترى جوازكم تقليدي ولا حكايه حب؟ لا احنا اتجوزنا بالمأذون. انا عارفه، لكن ازاي ابتدت الحكايه؟ طب واول نظره حصل ايه؟ اتكسفت. وين اول نظره؟ لحقتها بالتانية. وأول همسة؟ استنيها. يا قاس يا ظالم، لغاية دلوقتي ما قلتلهاش أول همسة. لازم تقولها دلوقتي. لازم تقولها. لا 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 لا، أول لقمة لازم تأكلها لها أنت. وانتي أول لقمة لازم تأكليها لي. طب أيوة كده. الليلة الأولى دايما من غير شنطة. الشنطة توصل لكم على الفطار. شنطة الهدوء. أميرة. المدام دخلت الأوضة اللي في الوش. أميرة. أميرة. أيوة يا غريب. أنت ما أكلتيش ليه؟ ماليش نفس. غريب ناولني الشنطة. الشنطة خدوها وبيقولوا مفيش شنط الليلة دي. بتقول إيه؟ طب وبعدين؟ ده أنا غسلت هدومي. ما تقولي أعمل إيه دلوقتي؟ أطلع كده؟ يا نهار أسود، أنت غسلت هدومي كلها؟ ايه ده؟ انت خرجت كده من غير هدوم؟ امال كنت عايزني اعمل ايه؟ ده انت مختلية بشكل. يعني عاجبك شكلي كده؟ اتفضل بص. ابص؟ ما تبص يا اخي، شوف انا عاملة ازاي. الرحمة، الرحمة يا الهي، الرحمة. وعايز الشنطة ليه؟ هيكون فيها هدوم اكتر من كده؟ ندخل نسأل هنا. هو معقول نلاقيهم هنا؟ ده احنا ما خليناش ولا شبر اللي ما دورنا فيه. انا هدخل اسأل بنفسي. يلا يا سعاد. دياستي. غريب. دياستي ده اسمه غريب. الشكل ده اسمه دياستي. خلاص دياستي. وحضرتك رايح فين؟ طالع له. لا ممنوع حد يطلع فندم الا اذا كان حاجز ومين النزلاء. خلاص يا سيدي احجز لي اوضه. والعروسه فين؟ عروسه؟ عروسه ايه؟ الاوتيل ده اسمه شهر العسل للعرسان فقط لا غير. لكن انا دي واحده. اتفضل. ايه؟ ممكن تبقى عروستي؟ ايه؟ قول كمان. ممكن تبقى عروستي؟ وكنت فين من زمان؟ ده انت ملوح قلبي وملوعني 5 سنين. انا مش ممكن اوافق على الجواز. انا لازم الوعك زي ما لوعتني. الوعك امتى؟ لوع ايه وهباب ايه؟ انا هتجوزك اي كلام. تتجوزني اي كلام؟ لا يا استاذ، انت لازم تتجوزني على سنة الله ورسوله، ولا تشوف لك واحدة بقى من بتوع شغلني واجيه. وطي حسك لحد يسمعنا. ممكن تساعديني لحد ما نطلع؟ وبعد ما نطلع هننزل على طول. يا خبر، يعني مش هلحق. نلحق ايه؟ اتهنى. فز قوم. فز واتهنى. فزي. طيب رايح فين؟
هنام في البلكونه. لا انت هتنام هنا وانا هنام في البلكونه. لا اصل الدنيا برد وبعدين تعي. بتضحي بصحتك علشان لو كنت حبيبي كنت قلت ان الحب علمك تعمل كده، لكن انا مفيش اي حاجه بيني وبينك. عمر الشاي باين. لا انت هتنام هنا. ها انت ناسي انك متجوزه؟ انا اتسرعت، انا كنت مجنون اني وافقت على الجوازه دي. يعني طلقني. انا معايا توكيل بالجواز، بس لازم فكري هو اللي يطلقك. انا ضروري اتطلق يا غريب. ليه يا امير؟ انا بحب. بتقولي ايه؟ بابا علمني ازاي اشك في الرجاله، وانت علمتني ازاي اثق فيهم. مش ممكن اسيبك يا غريب، كنا زي ما انتوا عاوزين وشربنا زي ما انتوا عاوزين. قولوا لي صاحب الصوره دي فين؟ ده ممكن تشوفه بس مش دلوقتي. امال امتى؟ بعد شهر. ده لو ما جددش المده. مده ايه؟ شهر العسل. انا لو منه ما اخرجش من الاوضه قبل سنه. يا جماعه قولوا لي هم فين؟ حرام عليكم. الحاجات دي اسرار. اوه يلا بينا. يلا يا ستي يلا. انت عارفه انا هعمل ايه؟ عارف بس بتكسف. تكسفي ايه وتهببي ايه؟ قومي في الزين. اسمعي اللي بقولك عليه. ايه؟ انت هتدوري في الاوضه اللي على اليمين وانا هدور في الاوضه اللي على الشمال. واذا حد شافك استهبلي قول لهم بدور على اوضتي. مفهوم؟ بقولك ايه؟ ما تيجي ننام والصبح نبقى ندور براحتنا. اسمعي اللي بقولك عليه بس. مفهوم؟ تكون بس هامش وتحب. يلا اسمه وجيه ومعاه مراته. هو بابا اتجوز؟ انا مالي انا اتجوز؟ انا ده وقته. يلا بينا قبل ما يقتلنا. أنا بقول ننام بقى. بتاع بطاطا. انا بتاع بطاطا. ده مش بتاع جواز. ده انت ما تعرفوش. انا اللي اعرفه كويس. انا مش فاهمه حاجه. احسن مش ضروري تفهمي حاجات زي دي. بس انا كان لازم اعمل كده. تقومي تهربي وتدوخيني الدوخه دي كلها. حضرتك السبب. مفيش خروج، مفيش دخول، طلوع لا، نزول لا، مليون سؤال وسؤال مش لاقيه لهم جواب. وسغريب بقى هو اللي جاوب على مليون سؤال. اسئلتي الثانويه العامه وكمان بتتكلم. انا قلت حاجه؟ انا ما اتكلمتش خالص. طب قول لي بقى انا قلت ايه؟ مديرية الأمن؟ ما قلتش أنا مديرية الأمن. أنا وجيه عباس أيوب. جثة غريب في انتظاركم. مع السلامة يا فندم. خد. تعالي أنت بتحكي معايا. تعالي. بابا هيعملوا فيا إيه؟ تعالي. بابا هيعملوا فيا إيه؟ يا بابا. بابا. يا بابا. أنا اتعادل. ليه أنت هتضرب فين؟ هو متعود يضرب فين؟ قولوا لي على الحته اللي متعود يضرب فيها عشان ربنا يكرمنا جميعا.
هيقتلوه وهقتلك انا بتاع كله يضحك عليا واد هالفوت زي ده ويخطب بنتي وسفروت يا بابا سفروت ده ايه انا حامل حامل ايوه يا بابا قتلوه يا بابا دادوه غريب 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 قوم مين وانت ورايا ورايا حتى في جهنم فين ظريف سيادتك مشيت من هنا وظريف سابني وجري طب انجرى من قدامي انجرى من ناصر هات لازم يتعمل فرح حالا لازم الناس تعرف انك متجوز اميره وان اللي ببطنها ده ابنك ابننا ابنك غريب بألف ودوران ده كله عشان كده طب ما تقوله كده من زمان بدل الحركات وبدل ما تقولي لي بابا صعب وبابا قاسي وانا بحبك يعني انا كنت كوارك أنطرة كوبري لا ده انت بتحلمه لازم اعرف مين الاب الحقيقي غريب شوف اسماعك شاوري لي بعينيك تغمزي لي برجليك لا ده انا مش اهبل ده انا واد صعب ده انا مهوبس بطلوا الحركات البلد دي بقى قصدك تقول الولد ده مش ابنك لا مش ابني وانك مش ابوه لا مش ابوه امال انت ايه أنا Thank you.
الو قولي لي اما القصه فين؟ بادون اما القصه فين؟ قصه قصه ايه؟ قصه غريب. قصه قصه هو غريب مات من الصبح. واندرفول. يموت الصبح ويتجوز بالليل. جديده. عندنا في امريكا ممكن يتجوز الصبح يموت بالليل. انا لما اقولها الاصل تنبوز ليه؟ واي؟ لا بضحك. انا لما اقول اصحابي في امريكا دي كلهم هيموتوا. لا هيموتوا الصبح عشان يتجوزوا بالليل. يا دلع دلع. يا حضرة احنا ما عندناش حد بالاسم ده. اكسكيوز مي سير. يس. Aren't you انت فريد شوقي؟ يا شيخ ليه؟ احنا لازم نوصل لحل. واحد يموت الصبح يتجوز بالليل مش ممكن، دي ملعوبة. يا حضرة كفاية كلام فارغ، انت عملت بلاغ وازعجت السلطات، تسمح تيجي معايا؟ لا 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 انت اللي هتيجي معايا، العملية فيها لعبة وانا مش مطمن لها. You are police، انا افهم شوية في البوليس. Me like James Bond. ها؟ كاوبوي. This is your son، ابنك. حلو قوي. Come on. انت عملت ده؟ كنت عايزين اعمل ايه؟ تقابله وتفهمه على كل حاجه ونتطلق ونخلص. وفريدي شافت حليتي في عينيه ما رضاش يطلق ساعتها. يا سلام، يعني احنا مش هنشوف بعض ابدا. مين؟ افتح يا غريب. معاك حد غريب؟ لا. ايه اللي بتعمله ده؟ الراجل جالك من اخر الدنيا. حد يجي في وقت زي ده؟ فرح. لكن انا مشغول. مشغول في ايه؟ مشغول في ال في الدخل. على العموم البوليس قبض عليه وبيعمل له محضر وبيقول لك تروح لبكره تقابله في اللوكاندا. خلاص انا هروح لبكره الساعه 10. 10 ايه؟ خليها 12. صباحيه مباركه. العامل هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير حل واحد. الأستاذ فكري رستم وصل من أمريكا امبارح. ثانية واحدة يا فندم. مستر فكري. أهلا فكري. يو بوليسمان. أنا غريب يا فكري. نو غريب. يا باي يا باي. أقدم لك خطيبتك أميرة. نو ماي جاد، انا مش مصدق عينيا. مش تسلمي على عريسك يا اميره. الو، انت مكسوفه من عريسك ولا ايه؟ ها؟ اتفضل اتفضل. بقول ايه؟ مش عاجباك طلقها. يا راجل حرام عليك. تقيله. اتفضل. اهلا اهلا اهلا. انتوا النهارده شرفتوني مدام. انما انت منين بالظبط يا ست اميره؟ من الحنفي. منين؟ من الحنفي. الحنفي. هاي الحنفي. انا الاسم ده مش غريب عليا. انا اخر فيلم شفته في لاس فيغاس كان اسمه المادموزيل حنفي. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش كنت تستنى لما اجي لك؟ الشوق الشوق ونار الشوق هو اللي جابني. انا رميت الجواب في البوسطه ورحت رامي نفسي في الطياره. يا ترى بقى تعرفي تعمليها؟ قضي بسبوسه. عملتها مره للضيوف وجالهم تسمم. ولحقوهم ولا لا؟ لحقوا واحد بس. والباقي ال11 اتكلوا على الله ماتوا كلهم. فيها كتير من اجاسا كريستي. لا ده انت تطلقها فورا.
اطلقها؟ مستحيل، نيفر. دي مفيدة جدا. فايدتها ايه؟ دي انا خدها معايا امريكا هناك، خلص لي على المافيا، اهريهم بسبوسة هناك، بالذات الاب الروحي جود ماذر. ملكة جارسون افندم. تحبوا تتغدوا ايه؟ كونشري. نعم؟ كونشري وام علي. انا بموت في الحاجات الاوريجينال دي. عندك كشري؟ ايوه يا فندم. وام علي في؟ ايوه يا فندم. ام علي ويا ريت ابو علي كمان. ايوه يا فندم في كل حاجه. وجوز اخت علي، كل عيلة علي. تحت عمرك يا فندم. وانت تاكل ايه؟ خبيزه. خبيزه؟ هات خبيزه. هات خبيزه. ايوه يا فندم. خبيزه. ومحشي كروم. ايوه يا فندم. كروم. أيوة. كروم وسلطه وفلفل. تحت عمرك حاجات حلوه الحلاوه دي. واتنين فسوكه بالجبنه. ايوه يا فندم. كل حاجه اللي عمر سيادتك. اوكي متشكرين. العافيه يا فندم. متشكرين. العافيه يا فندم. متشكرين. العافيه يا فندم. يلا بقى امشي بقى. يلا بينا. اتفضل. ايه الصحه دي؟ مدام عن اذنك يا جميل. معاك. اتفضلي يا مدام. معايا. هتوضني في؟ اتفضلي. بعد ما تخلصيها ابعتيها لي الجناح، الاوضه عندي فوق. ها؟ هتوضني فين؟ باي باي. موضيني فين؟ انت وديتها فين؟ لا انا قعدتها يعملوا لها حمام بخار يجدد نشاطها شويه. ها؟ عند الستات؟ طبعا. يا خبر اسود. ليه انت خايف عليها من الستات ولا؟ لا ابدا، بالعكس بالعكس. بقول ايه؟ انا شايف كده انها مش عاجباك دي. وبدل ما تقعد تصلح فيها ما تجيب المأذون وتطلقها. اطلقها؟ نبا، مستحيل. دي تجنني. شفت هي طالعه بتقول روح فين؟ فانتاستيك. بينا احنا بقى. على فين؟ احنا بقى نعمل حمام بخار وشويه مساج وتدليك ننشط نفسنا. لا ده انا افرجك على حاجات بنعملها في امريكا، تدليك ورياضه هخليك تجنن. لا بابا انا ما بحبش يا ولد. كمان باي. كمان كمان باي. كبسك جوه. لا انا مكبوس كده. اهدى بس. لا 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 انا خرب. معلش اصله لسه مبتدئ. اسمك هاي. انا كنت قادر كده بس الهالس. دخلت عند الستات. اعمل ايه؟ غصب عني. كده يعني ادخل انا عند الرجاله؟ طب انا هدخل عند الرجاله. اميره. باشمهندس. الله. انت عامله في نفسك كده ليه؟ المدام رفضت تقلع هدومها. ما رضيتش تقلع. حشمه اصيله. برافو. حشمه اصيله. تعالي معايا.
اطلعي عندي بقى في الاوضه غيري هدومك ونقلع براحتنا. ها كمان في مطره برا؟ لا جو المطره جو بقت بتمطر جو الايام بدل الشنطه دي هديتي ليك يا ماموزيل اميره. يلا وضبي نفسك وروقي نفسك جوه في الحمام، اوكي؟ اتفضل. بقول ايه؟ اذا كنت محرج تطلقها اعمل لي توكيل وانا اطلقها لك ونخلص. هي مين دي؟ العروسه. شوف يا غريب، انا عشت في امريكا، سافرت اليابان، رحت تنزانيا، بنجلاديش، كوالالمبور، درست في ولايه البطليه، انما ما شفتش حاجه زي دي ابدا. حاجه ايه؟ البنت دي مش عادي يا غريب، بنت تجنن، فيها سر، فيها حاجه. شفت عينيها وهي بتقول جننتني، شيبتني، فيها سر، فيها حاجه، فيها ايه ما اعرفش، بس لازم اشوف. ما هو من ناحيه فيها هي فيه. يعني انت معايا؟ معاك في ايه؟ في انك بقى تروح وتسيبني اكتشف اللي فيها بنفسي واعرفها. بس انا مش عايز اروح. لا لا لا، انت تروح، انت عريس جديد وعروستك مستنياك وانا عروستي مستنياك. ما انا مش عايز اروح عشان خايف عليك. علي انا؟ اه يجرالك اللي جرالي، ده انا ما نمتش طول الليل. شيء طبيعي، مش عريس؟ اه بس انا صباح دايخ وتعبان وهلكان. اه عايز فيتامين؟ ادي لك حاجه ما تقولش لعدوك عليها، فيتامين سبيسيال ار او في اكس دبليو سي، بريحه تجنن. وايه الفايده؟ ما انا هروح لها تاني. اه عايز تزور؟ يا ريت. اوكي حبايه واحد. حبايه ايه؟ منوم اسمه اهل الكهف. حبايه واحده تديها لعروستك هتنام اسبوع، في الاسبوع ده تكون انت استرديت نشاطك وصحتك، فيتامينات. اوكي انت متاكد من مفعوله؟ ماي دير، انا سألت ثلاثه نايمين في امريكا واثنين في اليابان وواحده في جزر الارخبيل. نايما ماي فير ليدي. متشكره. هموت من بصتك، هتنقطني. اتفضل. الو، انا فكري بتاع امريكا من صباح الخير، اديني روم سيرفيس. ونبي يبعت لي طبق اورديفر سبيسيال، ها؟ وواحد شمبانيا من اللي بالي بالك. وزود الكمونيه، ها؟ هو ايه العباره؟ النظام ايه؟ التربيكت. ازاي؟ احنا عطلناك يا غريب. مع السلامه انت بقى، ها؟ لا. هو غريب رايح فين؟ الراجل وراه اشغال بقى. لا. غريب ما ينزلش. هو احنا ورانا حاجة؟ احنا ورانا حاجات كتير يا جميل. انا مش هتأخر، مسافة السكة. يا سيدي ولا اتأخر يكون احسن. اكسكيوز مي. خد المنوم ده. استأذن انا بقى. اوكي تشاو، باي باي، سي يو. مع السلامة. ميسي، صودا ولا مايا؟ لا خروج. افندم؟ خروج. على فكرة انت لازم تشربي كاس واحد بس. ولا نص. كاس واحد. بابا محرج عليا. عشان خاطري اعلمك ازاي تشربي؟ ما بعرفوش. اعلمك انا. شاي تشيز تايم، تشيز تايم، تشيز تايم. انت كاس انا كاس، انت كاس انا كاس، انت كاس انا كاس. يلا يلا. تشيز. She's my sweetheart.
ما ترتاحي يا أميرة خالتيني. مشغول عليه يا بابا. ما تعرفش الأخر ليه؟ الطلاق. طلاق؟ أصل فكر قريبه عايز يطلق مراته. أعوذ بالله، هم لحقوا يتجوزوا عشان يطلقوا؟ مش عاجباه. ليه؟ صوتها وحش. يا ست الطب تقدم يعالجها. وأخلاقها وحشة. هي يوديها مدرسة مع الأمية. وشكلها رجالي. أيوة. صعبة شوية. هي ركب لها كمامة. بس يا سيدي. هي دي كل الحكاية. عرفت؟ يعني أميرة كانت عاملة راجل. وهي عروستي. لكن أنا بحبها. وهي كمان بتحبني. محدش غيرك هيخلصنا من الورطة. عايز نعمل ايه؟ ايوه طلقها فكري. الله طلقها. ايه ده انت بتقول ايه؟ اطلقها ازاي وانا حاسس كده ان فيها حاجه غريبه مش عارف ايه هي الحاجه دي؟ فكري انا بحبها وهي كمان بتحبني. وانا اعرف منين انك بتحبها؟ كانت قالت لي الكلام ده بلسانها. طلبت هي مني الطلاق. طب لو طلبت هي طلاق اطلقها؟ اوكي يلا بينا. على فكره نروح لها. بس اسمع، حسك عينك ابوها يعرف حاجه، فاهم؟ متخافش. انا عاجبك. إن ما خليت ليلته زي وشه، بس لما أشوف خلقته. أنا كمان هعزقه، حد يمشي في موضوع زي ده؟ موضوع إيه؟ طلاق فكري من عروسته. النهارده اللي يمشي في طلاق أصحابه، بكره يمشي في طلاق نفسه. لا يا بابا، غريب بيحبني، ومفيش حاجة في الدنيا هتفرقنا عن بعض. كلكم بتقولوا كده في الأول، وساعة ما يتم الطلاق يدوروا علينا عشان نشغلهم. أهم وصلوا. مساء الخير يا عمي. الله، هاو دو يو دو؟ أنا كان ليا معاك كلام يا غريب، لكن مش وقته. عن إذنكم. انا طالع استريح. اتفضلوا اتفضلوا جوه. بليز. الحمد لله فكري وافق انه يطلقك. وهنتجوز؟ ميرسي قوي يا فكري، مش ممكن حنسلك الجميل ده. ايوه انا قلت افكر اشاور. طب اتفضل شاور. بالبساطه دي اطلقك عشان ما نتعرف على بعض الاول وندب خناقه مع بعض. تقل ادبك عليا، ارقع لك سداغك، اتجنن انا، تاخديني على بوزي انكبس، يجي ابوك الراجل الطيب السكر الامير يحاول يصلحنا، العن ابوه يتجنن برضه، يحاول يجيب المأذون العن، ولا بلاش المأذون ده راجل طيب. واخيرا اوافق على الصلح. صلح منك وخناقه مني وخناقه مني وصلح منك لحد ما نزهق. وبعدين؟ ولا حاجة. بعد كده أخدك وأسافر ونجدد مشاعرنا ونعمل لاف ستوري. يا حلاوة. يس. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما هو طلاق مش هطلق. هو الجواز بالعافية؟ أفهم من كده إن أنا مرفوض. تمام كده. أم سوري. يبقى مفيش غير حل واحد. إيه هو؟ أنا مضطر إني أسافر أمريكا. I'll go back to America. وهناك هطلبك في قصر الطاعة. اصلا في امريكا مفيش بيوت للطاعه. بابا غي فكري. تعالى هنا تعالى هنا، سيبك منه. ازاي ده عايز يخليك زي البيت الوقف؟ طب والعمل؟ فيش غير حل واحد. الو، انا فكري، فكري بتاع امريكا. مين وجيبي؟ صباح الخير يا عمو. صباح الخير يا ابني. عروستك ايه بس يا سيدي؟ انا مالي من الحكايات دي. بتقول ايه؟ اميره تبقى عروستك؟ ايوه مراتي انا،
وعقد الشركة بتاع الجواز باسمي أنا، والتوكيل باسمي أنا، والضحية أنا، أنا روحي أنا. ألو ألو أنكل دادي، وين أنكل زازو صريف زازو؟ طب امشي. الكلام اللي سمعته ده صحيح؟ كلام ايه؟ ان فكري هو جوز اميره؟ وهنخلص منه. الله، والجن اللي في بطنها يبقى ابن مين؟ جنين ايه؟ بس بقى كفايه. الله. ادخل افندم. انا عبير. عبير مين؟ عبير مراتك. مش انت فكري رستم بتاع امريكا؟ اي. مش انت عامل توكيل لغريب عشان يجوزك بيه؟ اي. هنا بقى العروسه. اسمع يا دي غريب، انت بطل حركات، تعمل راجل، تعمل ست، تعمل عيل، تعمل قرد. انا فاهمك، فاهم يعني ايه؟ عملها غريب. عمل ايه؟ شمان شوف يا ست، انت فاهم الكلام ده كويس قوي، انا مش بتاع جواز ومش هتجوز، وروح انت. وما كانوا بيعملوها ازاي في مصر؟ انت طلاق، انت من طلاق. طلاق؟ قولها تاني عشان اتاكد منها. ايوه، انت طالقه بالثلاثه 1 2 3 4 شازادور. ما كنتش عارفه ان قلبك كبير للدرجه دي. حضرتك هتدفعهم كاش ولا شيك؟ هما ايه؟ 50,000 جنيه. انت بتقول ايه؟ المؤخر بتاعي يا سي فكري. 50,000 جنيه؟ ده ابن المجنونه عملها 50,000 جنيه منين؟ ده انا صايع في امريكا، انا بنام باربعه دولار على الرصيف. شيك ولا كاش؟ خلصني، انا عندي شغل. ولا شغل ولا حاجه يا جميل، انا خلاص رجعتك، وانت على ذمتي وانا على ذمتك، واذا كان عندك ذمه اديني بوسه. اخرابي واكله بصاره، ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ انا ضيعت. شدنا الحبل، قالوا خنقت البنت، رخينا الحبل، طلعت متجوزه وحامل كمان. ما هو لو كنت مسكت الحبل من النص ما كانش جرى اللي جرى. يعني عاوزاني امسكه من النص؟ تمام كده. انا همسكه من النص عشان اخنق بيه وش الفساد ده. بلاش تمسكه من النص، امسكه من ثلاث ارباع. قلعوا. واجيب ايه؟ انا في عرضك، مفيش وقت للاكل، فكره هيسافر وهسيبها لنا زي البيت الوقف. الدنيا برد يا استاذ. بتقول ايه يا سي فكري؟ لو ما دفعت المتاخر اللي عليك على داير مليم مش مخليك تخرج بره مصر. يا ست هاني، ده مقلب عامله فيا واحد اسمه غريب، منين هدفع 50,000 جنيه؟ حضرتك الاستاذ فكري مش كده؟ مين يا فندم؟ ايوه. وبتقول انك مش قادر تدفع 50,000 جنيه مؤخر؟ يا ست هانم اعملي معروف، خليكي حكم، انا عامل توكيل لواحد اسمه غريب، وقلت له جوزك واحده وكتب في المؤخر 100,000 جنيه. 50 بس، مين قال 100؟ 50 دول مؤخر الهانم، لكن المؤخر بتاعنا 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ وحضرتك مين؟ انا مراتك. مرات مين؟ مراتي انا؟ مؤخرة 100,000 جنيه؟ استرليني، وبالسعر التشجيعي 150,000، وبسعر السوق السوداء 200,000 جنيه. حضرتك بتتعامل مع بنك ايه؟ شهادات الاستثمار. ماي جاد، انا كنت عارف اني هاخد خازوق في السفرية دي. الف مبروك يا فكري بيه، الف مبروك. اهلا بيك. اهلا اهلا. مؤخرك كام ان شاء الله؟ ايه؟ قصدي الهانم. الحقيقه الاستاذ غريب ظلمنا في الجوازه دي. هو ايه ده؟ مؤخر ايه؟ مؤخر يا استاذ؟ احنا ما بيهمناش فلوس، احنا بيهمنا الرجاله. تشتروهم بكام بقى؟ ايه؟ اشتروها بكام؟ اللي قبله ما دفعش النفقه وملاقح في القصر العيني من سنتين. سيبك انت، ده الاستاذ غريب قال 70,000. قلت يلا ماشي حالك كويس. 70,000 ايه؟ جنيه؟ الله، دي وحياتك متكلفه اكتر من كده بكتير. ارق نظره بص شوف. دي ثلاثة إعدادية ما تعدش، والخمسة ستة ثانوي، سبعة تمانية جامعة، واتنين بعثة في القناطر. في القناطر بيصيفوا في السجن هناك. سجن؟ سجن إيه؟ حاجة آخر ثقافة سعادة البيت. ثقافة. إيه يا بيت؟ ما تزرغات كده سمعيني زغلوطك. بلاش تصويت. عندك اتنين في الهواء على البيت. بلاش الهواء. هاخد قفلين وانزل. أنت سبب في كل اللي حصل يا بابا، ودلوقتي عايز تقتل غريب. بابا لو غريب حصل له حاجة أنا هموت نفسي. أميرة،
يلا بنات على الكبريت. الف مبروك يا استاذ غريب. يلا بنات كده يعني بومبا. ها ثانك يو. راح فين؟ امضي شهاده على العقد. أميرة مراد مين فيك؟ أنا. إيه؟ هو. إيه؟ أنا. والجنين اللي بطنها. إيه؟ حفيدي. آه لا ده أنا مش فاهم حاجة أبداً. ولا أنا. أنا كمان مش فاهم حاجة، هفهمك في البيت. يلا. يلا بس.